بسم الله الرحمن الرحيم. مسار فنجا السياحي. نبدأ أولا بالمقدمة. السلام عليكم. مسارنا اليوم في فنجا، واسم المسار اسمه مسار فنجا السياحي، وشكرا جزيلا. وهذه بعض من الأهداف للمسار السياحي: يجذب ويشجع السياحة، ويرفع وعي البيئي بين الناس، وفهم الثقافات المختلفة، وزيارة وجهات سياحية، والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة. تقع فنجا في ولاية بدبد، وهذه المسافة بين مسقط وفنجا. نسمع الآن إلى توجيهات القائد. المسار اليوم طبعا مسار ولاية بدبد بالتحديد في فنجا، طبعا مسار سياحي، مسار سياحي سابق، واليوم احنا جايين على اساس ان احنا نعمل تطوير في المسار انه يكون هو كيلومترات اطول من السابق. راح نبدا ان شاء الله من باب الصباح الغربي وباب الصباح الشرقي، وبعدها راح نمر على مناطق ثانيه ان شاء الله تعالى. بس الله التوفيق طبعا المسار بقياده الاخ ياسر الرحبي ان شاء الله، اللي راح يكون هو المشرف عن المسار. حياكم الله. وهنا بداية المسار. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، هذه بداية المسار إن شاء الله. عزيز على الأخ عرفات، بالحمد لله باردة، اللي هي العيون، العيون الباردة مع الماء الصاخب، الفريق اسمه الفريق الغربي، ومن ثم الفريق الشرقي. هذا موجود متواجد في مدينة هنقة، هناك بالمدينة. عبارة عن المسار، مسار سياحي بين المزارع وبين النخيل. وإن شاء الله رايحين نفكر رايحين نعمل مسار سياحي على مستوى كبير باذن الله. وهذا الجزء هو عن مسار فنجا السياحي. كابتن خميس بالعافية. بونيس. وإيش اسم العين؟ عين الخرار. 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 آه. وهذا في فنجة. صح. الشرب. ميتة خفيفة. هذه هي عين السادسة. تصلح للشرب. وعدد عيون في فنجة أو في هذه المنطقة عدد 6 عيون. ما هي؟ شكرا. هذه مسار الأموات. لا 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 حسب. هذا مكان السباحة. هذا مكان السباحة. هاي كلام. هذا خاص النساء. ما هي حاضر فيه؟ هي المنطقة اسمها الجانب الغربي. وهنا ما بين المزارع. حاول تنقل احساسك بالمي يعني. زين. ها هو العم صالح. مناظر جميلة للمزارع في هذه المنطقة. معكم في مسار فنجا السياحي. أفضل جبال المغامرات في ولاية بدبد بالتحديد في فنجا، مسار سياحي جديد لا يفوتكم. ما
شاء الله جميل جميل جميل. هذا الشارع يقول ما تلقوا الشارع وهذا الجزء هو عن قرية التراثية اسمها الحجرة. هذا باب الصباح الغربي. باب الصباح الشرقي. هذه الساحة يستوى في عازي أيام الأعياد أيام العزاوي يستوى في عازي. آخر يوم ثالث يوم من العيد يكون في عازي ومن ثم نقدم الدفق من بعد العازي. هذه المنطقة تمنع على جانب الشرقي. وهنا تشاهد برج الحصن. وبرج البومة. وفي هذا الجزء ستشاهد مناظر خلابة وجميلة كجزء من هذا المسار السياحي. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم هو عن استراحة للمارة بتصميم تراثي في قرية فنجة. وهذه هي قرية فنجة. ومن خلال زيارتنا للقرية مررنا بهذه الاستراحة التراثية. وهذه الاستراحة موجودة في وسط القرية. وتستخدم هذه الاستراحة للمارة مجانا. وهنا بدأنا بمرحلة العودة. وهذه مرحلة العودة. ونشكر الأخ ياسر الرحبي المشرف والمرشد لهذا المسار. وأيضا نشكر فريق أبطال جبال للمغامرات لتنظيم هذا المسار. وشكرا جزيلا لكم جميعا على مشاهدة قناة جولات عامر.